المشاكل اللي المطروحة على الساحة، حضرتك اتفضل عرفني بنفسك وقولي ايه هي المشكلة. ماشي. حسن الوردان السيد جهيل من ابو زاهر، مركز شربين دقليق. احنا تبع مكتب بريد طفر ابو زاهر، وكيل المكتب الاستاذ وائل محمد ابو زيد عرابي، خد مننا الدفاتر بحجه المراجعه في المنصوره، وبعد كده اختلس الاموال وصور الوصولات. خدها بحجه طلبكم مثلا وقال لكم انا عايز ثلاثه دفاتر، ولا في يوم شهر 7 ولا النظام؟ لا، هو خد الدفاتر في شهر 6 2014. اللي هي الارباح اللي بتيجي كل سنه. كل في نهايه السنه الماليه. فهو خد الدفاتر، وكل ما نطلبها منه يقول اللي هي لسه بتتراجع في المنصوره، لان ما فيش شبكه والسيستم ساقط والكلام ده. فجينا اتفاجئنا في شهر 10 2015 بلجنه التفتيش في مكتب البريد. عرفنا كل واحد هو مختلص منه قد ايه، اللي منه 185 واللي منه 200 واللي 50، المبالغ مختلفه يعني. فجينا نبص لقيناه ان هو مزور الوصولات ومضى عليها باسمائنا وبخط يده هو، وارقام الرقم القومي مختلف من وصل لوصل. ومباحث البريد طبعا مسكته في نفس اليوم، وجينا نكلمه نقول له هنبلغ عنه وكده، قالوا لا، وسابوه ثاني يوم بحجه ان هو مثلا يقعد 10 ايام ويسدد المبالغ. فبعد كده عرفنا ان هو سابهم ومشى، وما عدناش عارفين هو فين لغايه الوقت. حضرتك عرفت نفسك؟ ايوه، يوسف كمال السيد فوضي. حضرتك مش عايز اقول احد الضحايا بقى، بس هنقول حضرتك عايز تقول ايه؟ ومحمد يوسف برضو ابني. خد الدفاتر مننا وقال ان انا هسويهم في المنطقه. يعني خد دفتر ابنك يعني؟ خد دفتر ابني ودفتري. انتوا الاثنين يعني؟ احنا الاثنين. ولما رحنا له قال سيب الدفاتر وانا بعد بكره هجيب لكم الدفاتر واسويهم في المنطقه. فرجعنا تاني البوسطه تاني، التقينا واحده بتصوت وبتعيط، اخد مني 30,000. فابني قال ما اتصل بقى. قام الوكيل الجديد اللي هو بتاع البوسطه قال لا استنى، انا هتصل انا، لان انا بقى متواطئ عليه. اني ابقى متواطئ عليه. فلما اتصل لما ابلغ عنه قام جاي الوكيل القديم والمفتشين، 4 مفتشين، وجم الاثنين مباحث بتوع البريد. فقال خدوا وصلات امانه عليها. قلت له لا، اما اسال ايه المفتش. سالت المفتش قال لي يبقى خدت وصلات امانه، يبقى مالكش فلوس عندنا، انما فلوسك في البريد هنا عند الحكومه، مالكش دعوه بالموظف. يا باشا ده ما سابليش حاجه خالص على الانترنت ال 24 جنيه وانا ليا 194,800، وابني له 80,000. انا عندي 4 بنات عايزين الجواز، اجيب فلوس دي منين؟ انا عايز اجوزهم. فالمهم مسكت فيه في الوكيل اللي هو اللي اختلس، وقلت له مش هسيبك الا في المركز. قام المباحث اللي يعني واقفين، يعني انكر بقى طبعا لما مسكتوه. لا، قال الدفاتر معاه هنا في البوسطه الثانيه يعني بتاع الاطراف. ما كانش رجع لك الدفاتر لسه من يوميها؟ ده كان هو واخدهم امبارح. يعني واخدهم امبارح ثلاث ثاني يوم، وفي يومها لقينا الواقعه. يومها لقينا الواقعه. قامت المباحث ومضيعه على اقرار، المفتشين مضوا على اقرار على ان فين الدفاتر بتاع الراجل ده وابنه بتاع يوسف وبتاع محمد. قال لهم الدفاتر عندي في البوسطه الثانيه بتاع الاطرش، لو كان ماسك في بوسطه الاطرش واتنقل يعني من ابو زاهر. فقام المباحث رايحين معاه جايبين جزء الدفاتر وجوم. المفتشين عملوا الدفاتر في المحاضر، وانا عاوز اطلب الفلوس، مانيش عارف اخد فلوس، عايز اصرف مش عارف اصرف.